بسبب خطأ بنكي، لكنه رفض أن يأخذ مالا غير ماله. مشيت البنك هزيت 120 دينار صبيتهم في البنك، أعطوني رسيفي 120 مليار. يعني ما خممتش باش نخلي 120 مليار عندي، أما جاني شكون مثلا وخلي تنجم تخليهم 120 مليار عندك و... واني ما خممتش معناها، يعني حتى معناها مخي وعقلي معناها ما عطاونيش باش نخليهم 120 مليار عندي. كثيرون هم الأصدقاء وحتى المحامين الذين نصحوا والنادى الحبيب العمراني بالاحتفاظ بالمال، لكنه صحح الرصيد وأعاد المال إلى البنك. بطبيعة الحال هو البنك في معناها في درجة أولى باش يتحمل المسؤولية هذه، كذلك إذا كان الشخص اللي تقبل المبلغ هذايا عبر بطريقة أو بأخرى عن عدم رغبته في إرجاع المبلغ المالي، باش يكون بطبيعة الحال هو متحمل المسؤولية كذلك، لكن بدرجة أولى بطبيعة الحال للبنك هو الذي يتحمل المسؤولية هذه. فما محامين قالوا لي احنا نعاونوك ونقفوا لك وكذا، وقلت له ماني راني ما ناخوش فلوس الناس هذه ما ناخوهاش. لو كان 120 مليار قعدوا عنا، أول حاجة نعاونوا بها الفقراء ونحلوا بها مشاكلنا احنا، ونعيش صغاري العيشة اللي واحد يتمناها في مخه. رفض هذا الرجل البسيط أن يصبح مليونيرا جراء خطأ بنكي. قد يتكرر الخطأ مع غيره، لكن قد لا نجد من يستمع إلى صوت الضمير مجددا.